بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة اسأل المهندس. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن برنامج جميل جدا اسمه الأوسوم ماينر. والأوسوم ماينر هو برنامج مساعد في عملية التعدين زيه زي النايس هاش. لو حضرتك من المبتدئين أو المحترفين في عملية التعدين أو استخدمت النايس هاش قبل كده، فهتبقى فاهم الفكرة شوية، وهتبقى عارف إن احنا بنتكلم في حاجة مهمة جدا وفيها معلومات كويسة جدا. ولو أنت مبتدئ فالفيديو ده هيضيف لك معلومات مهمة جدا جدا جدا. نتكلم شوية عن الأسهم ماينر والأسهم ماينر والنايس هاش. البرامج دي بتساعدنا في عملية التعدين عن طريق حساب أعلى ربح للقروض والنقل ما بينهم، اسمها بروفيت سويتش. يعني العملات يوميا سعرها بيتغير زي ما احنا عارفين، فأنت ممكن تكون حضرتك بتعدن الزيت كاش ويكون سعرها النهاردة 400 دولار، بكرة بقى 350، فأنت بتخسر. فالبرامج دي بتنقل لك ما بين العملات المختلفة على حسب سعرها اللي موجود النهاردة أو على حسب ربح القروض بتاعتك. والاتنين تقريبا بيعملوا نفس الفكرة، بس النايس هاش فيه شوية مشاكل زي ان السحب بتاعه بالبيتكوين بس، حد السحب بتاعه عالي جدا لان النتورك بتتطلب فلوس كتير من البيتكوين وهي بتنقل لك الكلام ده كله، دي قصة تانية في البلوكشين. طيب الاوسوم ماينر مفهوش الكلام ده. الاوسوم ماينر بتقدر حضرتك تعدل على عملات مختلفة او عملة واحدة وبتسحب العملة اللي حضرتك عملت تعدين عليها. مفيش حاجة اسمها اكستشينج البيتكوين. ده السايت بتاعهم، تمام. ادخل بس كده على باي. هم عاملين اكتر من فيرجن للبرنامج بتاعهم. احنا هنشتغل على الفري اديشن بس. الفري اديشن اخرها تشيل 2 ريج بس، 2 ريج بس، ما تشيلش اكتر من كده. وطبعا زي ما احنا شايفين ان كل الاوبشنز اللي هم حاطينها مش موجوده في الفري اديشن. لو حضرتك عندك 4 ريج فهتضطر انك انت تشتري نسخه ب 35 دولار، او 10 ريج يبقى 85 دولار، وهكذا وكل ما هتزيد. طب انا راجل عندي 5000 ريج، وما تستغربش لان في ناس عندهم الكلام ده تبقى اسمها فارم، هتلاقي برضو الكلام ده موجود. 5000 ماينر ب 23000 دولار، وفي ناس بتشتري الكلام ده. ولما نشرح البرنامج دلوقتي هتلاقي ان انت لو انت عندك اكتر من 4 ريج هتشتري البرنامج، هتبقى عاوز تشتري البرنامج لان البرنامج فعلا مفيد جدا. ندخل بعد كده على صفحه داونلود، هندون اوسوم ماينر انستولر، نعمل له داونلود. انا اوريدي داونته خلاص، وهتدون برضو الايجنت، وده هنتكلم عليه قدام شويه لو حضرتك محتاجه، بس دونه خليه معاك. هو مساحته صغيره 2 ميجا او 3 ميجا. بعد كده نركن شويه البرامج. في حاجه مهمه جدا، هتدخل على المايننج بول هاب. لو حضرتك عامل اكونت عليه فيبقى كتر خيرك وكده انت ريحت نفسك من الخطوه المفروض نعملها. لو مش عامل اكونت عليه هتدخل هنا تبدا انك انت تعمل اكونت. هتعمل هنا يوزر نيم وات ايفر، يعني انا كده كده عامل اكونت فخليني اعمل اي حاجه معاكم. ايميل مثلا نكتب اي داتا. انا اوكي، يعني انا عندي كل المعلومات والايميلات ديت، فانا يعني خلاص انا مش محتاج ان انا اعمل ايميل تاني، بس بوريكم الطريقه. طبعا هنا ايميلك بالظبط هتحطه، الاسم بتاعك تبقى حاطه وعارفه. البين كود دي من اهم الحاجات ولازم تبقى حافظه زي اسمك بالظبط، لان من غيره انت مش هتعرف تعمل اي حاجه في الاكونت. هتقول له بس ايه ريجستر، يقول لك هنا حدد جميع الصور اللي فيها عربيات. ماشي يا باشا، تحت امرك. تحقق، بيقول لي غلط. اشارات المرور، تحقق. الفل كده يقول لي كده الاكونت بتاعك اتعمل، ادخل على الاكونت بتاعك. هنقول له بس ايه لوجن. شوف كده عملنا كام دقيقة في الفيديو، 4 دقايق. اوكي، مش فاكر طبعا الايميل. ساين اب، نجيب من هنا الايميل، نقول له نسخ، نقول له لوجن نسخ، ونخش كده. احنا عملنا اكونت هنا. حضرتك هتعمل الداتا بتاعتك صح وتجهز الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. ليه هنشتغل على المايننج بول هاب دونا عن اي بول تاني؟
لان المايننج بول هاب فيه ميزه مش موجوده في اي بول تاني، ان حضرتك تعمل اوتو اكسيتشنج. يعني ايه اوتو اكسيتشنج؟ يعني انا لو فرضنا زي ما كنا بنتكلم احنا دلوقتي بنعمل بروفيت سويتش، يعني البرنامج بينقل ما بين عملات مختلفه طول الوقت. احنا اللي بنحدد الوقت دوت، وانا هقول لكم ازاي تحددوا الوقت وينقل بعد قد ايه وينقل في نسبه قد ايه، وده كله احنا بنجهزه مع بعض في البرنامج. لكن انت برضو مش عاوز كل العملات دي تطلع، لكن انت محتاج عمله واحده بس، فممكن تقول له هنا اوتو اكسيتشنج وتحدد عمله معينه وتقول له حول لي كل العملات بتاعتي للعمله المعينه اللي انا عاوزها دي. فرض هنا مثلا ممكن نخليها بيتكوين، هيروح جاي محول لك كل العملات بتاعتك للبيتكوين. هيجي تحت هنا تقول له، لما تقول له سيت اوتو اكسيتشنج، اوكي كده انت نفذت خلاص يا باشا، كل العملات بتاعتك تتحول للبيتكوين. نيجي عند هاب وركرز ونعمل هنا اد وركر. حضرتك لو عندك ريج واحدة وبتشتغل على نفس الجهاز، اعمل اي وركر، ورك مثلا ورك، وتروح جاي كاتب في الباسورد اكس وتقول له اد نيو ورك. انت كده عملت وركر، تمام. بعد ما بتعمل وركر نقول بس ابديت وركر، بيعمل ريفرش للصفحة، يظهر عندك اهوت. انت كده عملت جزء مهم جدا. بعد ما هننزل برنامج الاوسو ماينر هنعمل له سيت اب على الجهاز بتاعنا، يظهر بالشكل دوت. ندوس نيو ماينر، نيكست. عندك اربع اختيارات، اكسترنال ماينر وده للازك، تمام، اللي هو سبيشال مايننج هاردوير، او الانتي ماينر، يا اما مانجد ماينر دي لو مش حضرتك عاوز تعمل بروفيت وعاوز تحدد ماينر واحد، تمام. المانجد بروفيت ماينر دي اللي بينقل، بيعمل بروفيت سويتش. والنتورك سكان ده لو عاوز، لو حضرتك مشغل اجهزه عندك بتعمل مايننج وعاوز انك انت تتابعها وتعمل لها مانجمنت وتشوف الدنيا شغاله فيها ازاي. خلينا نشوف النتورك سكان دلوقتي. انا شغال على جهاز في نفس الشبكه اللي فيها الاجهزه بتاعتي، وانا لو انا عارف البرنامج اللي انا شغال بيه هاجي هنا بكل بساطه واروح جاي له اعمل لي مثلا ستارت سكان، هيجيب لي الاجهزه اللي في الشبكه بتاعتي وشغاله بالبرنامج ده. ادي الجهاز بتاعي اهوت، تمام، وشغال بنفس الحاجه. اقول له والله انا هختار الجهاز ده وادوس نيكست فينش، يظهر لي الجهاز بتاعي زي ما احنا شايفين اهوت، تمام. انا بعدن دلوقتي عمله الزيت كاش على النانو بول على البورت دوت، وبيقول لي والله الراب بتاعك 296، نشوف كده نبص 297 94، اوكي مش مشكله، هو بيحسب الرينج موجود دوت. لو حضرتك عاوز تعمل مانجمنت للاجهزه بتاعتك على الشبكه، لكن احنا مش عاملين البرنامج دوت ومش مسطبينه عشان الموضوع دوت، تمام. تعال ندوس ايوه نيكست ديسيبل، اوكي نقول له ريموف، تمام، نقفل هنا كده. طيب انا والله مش عاوز اشتغل بالكلام دوت، انا برضو عندي جهاز في الشبكه بس انا عاوز برضو البرنامج هو اللي يعمل مايننج. هتروح جاي حضرتك مدون، او سوري احنا دوناها هنسطبه اللي هو الايجنت ده، هتنزله برضو وتسطبه، هيبقى عندك بالشكل دوت، هتلاقيه موجود هنا اهو، تمام، اسمه ايجنت. هتيجي برضو بكل بساطه وتقول له نيو ماينر نيكست نتورك سكان نيكست، وتقول له اعمل لي والله سيرش على الاوسم ماينر ايجنت اللي موجود عندي في الشبكه. سوري ستارت سكان، جاب لي جهازين اهوت، برضه اقول له نيكست. انت عاوز بتشتغل على كروت ايه، انفيديا ولا اي ام دي؟ انا شغال على اي ام دي. يقول لك والله انت عاوز مانج دي بروفيت ماينر ولا مانج دي ماينر بس، براحتك انت بتختار اللي انت عاوزه. لا والله انا عاوز البروفيت، نيكست فينيش، خلاص ظهر عندي. احنا كده اتكلمنا فترة طويلة جدا، شوف البرنامج بقى لنا قد ايه بنتكلم، بقى لنا 10 دقايق كفاية كده لحد دلوقتي. انا هشرح بقى الكلام ده ان شاء الله في جزء تاني، وازاي انك انت تعمل له الاعدادات وازاي تسطبه وازاي تشغله في فيديو تاني ان شاء الله. متنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.